بتصور في الريد كارب. يلا حاول لوك هير لوك هير هنا هنا. اوكي امس مسحوا لنا كل الصور يا جماعه كلها مسحوا لنا. هي هذا اليوم الثاني، اليوم الاول مسحوا كل شيء، كان في برونو مارز. اسمع جيب ممرين، هحاول انزل الفيديوهات حقت برونو مارز اللي من الجوال والاشياء اللي من الجوال، بس ما في شيء يعني تقريبا مسحوا لي كل شيء. اليوم الثاني مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أنا ومؤيد معانا الباجات حقتنا. تجربة جديدة، أحاول أصور جوا. داخلين حاجه اللي هو ايش، فيرتشوال رياليتي، في ار، وداخلين نلعب لعبه الساعه 9:30 بعد ساعه. انا حاسس في لا في تار بايت. طيب هنا الجيم ليش احنا اكسكيب ولا ايش؟ انت اللي اخترت اللعبه ولا هو منين؟ لا انا اخترت حاجه يعني ابو كده 20 دقيقه. الاماكن هذه كلها الكنترول اللي عندك حتكون انت قاعد تلعب فيهم، فحتحس انك جوه اللعبه، فهمت؟ يعني كل ديتيلز موجوده حتلعب فيها، يعني مثلا حتمسك الكوره وانت هلعب السله بالضبط، وحتنط على النطنيطه وحتشيل هذه، فهمت؟ عندك هنا برضه القطار، حيصير القطار قدامك مره كبير في ريليس وحتدور عليه. اوكي هذا كله في العالم الافتراضي. يا عندك هنا الطريق مثلا حيكون فيه سيارات، انت حتشوف سيارات، تمام. فانت لو قطعت الشارع ودعست حتموت. طيب الكاميرا بس غريب، انا كنت شايف يعني برا انا مره انا كيف قاعد اشوفه هنا جدار، يعني كيف قاعد اشوفه؟ حمد انت الحين شايف شيء ولا لا؟ كل شيء ابيض واسود بس شايفني. كيف تشوفني وقدامك كذا؟ والله تجربة حلوة، والله حلوة مرة، والله مرة مرة. ترى أنا اللي فزت. لا أنا أنت فزت، أنت فزت بس أنا حقتي أخذتها المركبة. لا أنا اللي طلعت المركبة. أنت طحت يا شيخ، أنت فضلت هنا في الحلبة قاعد. أنا طلت رحت مويد فضل هنا في الأرض، قال أنا ما أقدر أعيش في الوادي. خذوا زبدكم كولر، لا 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 يو وان تيك مور ذان وان. ايوه انا مره احب الاشياء دي. انا ابغى المركبه. ما يدخل انت واحده منها والله اوه هنا اشكال مختلفه. هذه اللعبه اللي لعبناها يا جماعه، والله هذا المكان كله على الفي ار صح؟ يس كل الالعاب دي. اوه هذه اللعبه اللي لعبناها، ما هي شوف هذه اللعبه اللي لعبناها. هي بيست اون حاجه ريل، ما هي كده من الكيس. ما هي شختك بختك، يعني راحوا اماكن حقيقيه وخلوها في ار. ترابل ليجز with troublesome circumstances. With this game, we want to really open up that and really feel that you're experiencing your own place, that you're using everything you have in your home for creating those levels.
ايش اسمها؟ ال 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 بصور. مرة أخش هنا ترى معاه. ما يبصور بالجو برو. شغال هذا في البوث حق التيك توك ما فيه ولا احد صورني كم صوره حلوه اغلب الصور اللي تشوفوها عندي اللي بنزلها اغلبها كلها كل الصور اللي كات كل الصور اللي عندي في الانستغرام بوث الانستغرام وحتى اللي في التيك توك ما يد مصورها والله اخذ كم صوره حلوه بما اني اعتبر من التيك توكرز مايد انا اعتبر تيك توكرز ولا يوتيوبرز تيك توك يوتيوبر ولا تيك توكر اقول لك ايوه كونتنت كرييتور يا عيني بيتر ماكنن واتس اب ايفرون والله كويس انه سووا في الريدز السنه اللي فاتت سووا فين في البلد كان شويه كده حر الدنيا ليفل ثاني مره حلو الكاربت احنا سجادة الحمد احنا وجهة ريد كاربت يا ايوه طبعا ها؟ ايوه طبعا احنا وجهة ريد كاربت شوف انا لابس ستريت وير وانت لابس ستريت وير والدنك والاير فورس ورايحين على ريد كاربت عادي مو لازم تلبس سوت لا مو هذا الريد كاربت يا حبيبي تعال تعال شوف ورانا السجادة الحمراء وان داي يا مايد وان داي وان داي اي ويل ميد ات تو هوليوود الاجواء حلوه يا ابوي انت في الريد كاربت تقول لي جعان فما تجوع تمشي بس ايش بني ادم يعني في الريد كاربت لا ما انت بني ادم هذا المهرجان الريد كاربت انا مبسوط والله حلو حلو اخذت كم صوره والله بس شك 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 المجلس شوف الهول قديش والله ترى تنظيم حلو ترى مرتب مكان حلو مؤيد انا بكره هرجع تاني للفي ار يا جماعه الفي ار سكشن الفي ار ترى يبغى له يوم كامل مره حلو مره حلو اخر واحده دخلتها كده فيها يدك كده خلينا نروح للدي جي دحين ناكل وبعدين نروح للدي جي
الثالث. داي 3. داي 3. مين جاء في اليوم الثالث؟ يا بطل. بطل البطل. البطل فعلا. فين ال فين الميدالية حقت ال؟ البيت ما قلت لي. جيبها والله لألبسها أنا. اليوم اليوم الثالث. إيش تتوقع اليوم في مفاجأة؟ أول يوم كان في برونو مارز أنت ما جيت. إيه فاتني مني أحب. أمس ما كان في أحد. قول 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 الكلمة الشهيرة حقتك تحبه إيش؟ I like it. I like it. I like it. I like it. يلا day three. عجزنا فيلم خلاط يا ابوي بكره يا ابوي بكره ايوه بكره بس عشان يعرف انه انك تحجز من بدري خلاط يلا على الفيلم يلا مره متحمس اشوفه توقع خلاط معروفين توقع جيد ولا بايخ لا متوقع شيء حلو يقولوا انه حلو وما حد شافه يلا بس على اللي في اليوتيوب مره حلو يعني مبين عليه كويس الفيلم انت اقول لك يا الفيلم مره عجبني مره جاي صح يعني اللي ما اللي حيشوف الفيلم حينبسط منه مره كم من عشرة يخليك كذا ما تطفش وتنسى كل شيء تبى تشوف ايه. تتابع الـ الاشياء مره حلو الفيلم بس حلو 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 جاي يلا على الفي ار ثاني يلا اسمع نروح نشتري تيكت ثاني في ابو شوف فيلم اي فيلم اي ضروري فيلم مره نشتري تيكت بعدين على الفي ار يلا 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 تيكت ثاني تيكت تاني فيلم تاني بونوكيو طالع في ال بونوكيو ايوه اصوركم شوفوا الشباب هناك ورا اي فيلم تاني لبكره وكل ما نجي نحجز لليوم اللي بعده نتفرج كل الافلام اللي موجوده في المكان ابى قهوه انا طيب قابلت الخبير يا اهلا وسهلا في جيم اوف ثرونز يا اهلا وسهلا راكان الشايع يا حبيبي والله سعود القحطاني ونعم والله ما عليك سعود وكويس اني تكلمت معاكم يا حبيبي والله حبيبي يعطيك العافيه الله يعافيك كلمه للجمهور اي حاجه والله انجوي بالمحتوى استمتع حبيبي الله يعطيك العافيه يا حبيبي شكرا لك اليوم ايش اليوم الكم هذا اليوم الكم لك واليوم الكم لي هذا اليوم الخامس يمكن لك اليوم الرابع ايوه امس كان بنوكيو زي الزفت اسوء مما يكون حاولنا ندي فرصه قد ما نقدر اديني التيكت هات بين الرمال مدحوه لنا صراحه والله يقولوا حلو شوف بس الى الان خلاط وايش دراما لا خلاط توب ايوه خلاط فوق التقييم بعد هريم القاعه هذه القاعة والله انت ملاحظ كل يوم في مكان نحن كل يوم في مكان وكل يوم فيلم وكل يوم في ار لا الفي ار عدينا عليه كل يوم نطلع الجاردن اللاونج هذا اللي برا صح امس انبسطنا في الجاردن وريهم الفيلم ما هذا وريهم لقطات سريعه عشان اللي يقولوا لك ممنوع اي حجينا واحده الحين تقول لنا ممنوع تصوير خلاص